التصعيد يتواصل على الحدود الشمالية والحدود الجنوبية للبنان، واحتماليات المواجهة تتصاعد أكثر فأكثر. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت يضعنا في هذه التفاصيل. أحمد، أهلا بك، أراك قريبا من الحدود أو في منطقة قريبة. أولا رمضان مبارك عليكم إن شاء الله، عاده الله عليكم بالصحة والسلامة. أحمد، ما التفاصيل لديك حول هذا التصعيد والقصف الكثيف الذي يشنه حزب الله، وإسرائيل تتوعد بحرب ربما شاملة أو تترقب حرب شاملة مع حزب الله؟ نعم، تحياتي لك في البداية، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. بالفعل هناك تصعيد كبير في الجنوب اللبناني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب قصف إسرائيلي أو غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم في الجنوب اللبناني. هذه البلدة التي سبق وأن استهدفها أيضا بمسيرة، وتم اغتيال قيادي كبير في حزب الله فيها في شهر يناير الماضي. اليوم أو بالأمس على الأحرى تم استهداف منزل مكون من طابقين في هذه البلدة، مما أدى إلى سقوط 5 قتلى على الأقل وأكثر من 9 جرحى جراء هذا القصف بالمسيرة الإسرائيلية، والذي تزامن أيضا مع قصف لعدة بلدات سواء بالمدفعية أو بالمسيرات. صباح اليوم كان هناك أيضا قصف إسرائيلي بالمدفعية واستهداف بمسيرة لبلدة الهبارية في الجنوب اللبناني، ولم يسفر هذا القصف عن أي خسائر بشرية، ولكن حزب الله كان يخطط منذ صباح اليوم للثأر لعملية خربة سلم التي وقعت بالأمس، فتم إطلاق عشرات الصواريخ من الكاتيوشا على مستعمرة ميرون التي يتم استهدافها للمرة الرابعة منذ مطلع العام الجاري. هذه المستعمرة التي تعد مستعمرة استراتيجية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الشمال الإسرائيلي. لم يكتفي الحزب بهذه العملية، ولكن كانت هناك عملية أيضا بمسيرتين تجاه منطقة عرعر، حيث تم استهداف مرابض أو المناطق التي ترتكز فيها مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، بالإضافة إلى 3 عمليات أخرى من العمليات التقليدية التي ينفذها الحزب على مدار الأيام الماضية، من بينها استهداف بركة ريشة بعدد من الصواريخ، واستهداف أيضا تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة في الجنوب. هناك 5 عمليات نفذت من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم وحتى الآن، وسط تصاعد كبير وربما غير مسبوق في الحرب الكلامية التي تأتي بالتوازي مع التصعيد على أرض الواقع، إذ أن إسرائيل ربما هددت بعملية شاملة تجاه لبنان في الفترة المقبلة. في المقابل رد حزب الله على هذا التصعيد أيضا بأنه مستعد لهذه الحرب وأنه سينتصر في النهاية، مؤكدا أن هذه الجبهة فتحت في البداية مساندة لقطاع غزة وللعمليات في قطاع غزة، ولكنها باتت الآن معركة في الجنوب اللبناني بين حزب الله من جهة وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى. فبالتالي كافة خيارات التصعيد مطروحة في الجنوب اللبناني، وخصوصا مع تضاءل وتيرة العمليات التي تتحدث عن أو المساعي التي تهدف إلى حل سلمي في الجنوب اللبناني عبر الطرق الدبلوماسية، بعدما يمكن إطلاقه أو ما يمكن وصفه وفقا للمحللين اللبنانيين بفشل مساعي المبعوث الأمريكي أموس كوشتاين لتهدئة التوتر على الجنوب الحدود اللبنانية الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية بعد زيارته الأسبوع الماضي إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ثم غادر إلى إسرائيل، ولكنه غادر إسرائيل دون الرد مرة أخرى إلى الدولة اللبنانية بموقف إسرائيل من الطرح الذي قدمه في العاصمة اللبنانية بيروت، علما بأن الجانب اللبناني كان مرحب بشكل كبير جدا في الطرح الذي قدمه هوكشتاين، معتبرا انه الطرح الاكثر جديه منذ بدايه التوترات على الحدود الجنوبيه اللبنانيه في 8 من شهر اكتوبر، ولكن هذا الطرح يبدو انه ايضا لم يلقى قبولا من الجانب الاسرائيلي، فبالتالي الخيار الاقرب حتى الان هو التصعيد في الجبهه الجنوبيه اللبنانيه. نرجو من الله السلامه لكم احمد، واينما تكونوا نرجو من الله السلامه لكم ولكل اهالي في لبنان. على كل حال بالتأكيد الموقف يتصاعد، ونرجو من الله أن يخبت نار الحرب. على كل حال شكرا لك أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان على هذه التفاصيل.